يا مساء سعادة على كل مشاهدي برنامج الطبيب. النهاردة فقرة من أقوى الفقرات. النهاردة هنتكلم بدقة أكتر عن الشفط، عن الشد، عن الحقن، عن أي حد عايز يغير من شكله أو يحصل على قوام مظبوط. كلنا بنحب يكون شكلنا حلو، وكلنا ابتدينا بقى يعني الدنيا اتحضرت شويه، ما بقاش فيه فكر القديم اللي هو ازاي انا اعمل اروح اعمل اشفط دهون او ازاي اروح انحت منطقه البطن، سواء رجل او سيده الموضوع بقى مختلف تماما. كلنا بقى بنسعى ورا الحاجات دي لان كلنا بنبقى حابين، سواء انا مثلا متزوجه او مش متزوجه، حابه ان انا يكون شكلي حلو، ولو متزوجه حابه ان انا زوجي يشوفني بالشكل الحلو، وهو كمان بيحب يشوف شكله حلو، بيحب يشوف كل حواليه شايفينه منظر كويس قوي. النهارده الاسئله كلها انتوا اللي بعتينها، انتوا اللي بترسلوها على صفحتنا، صفحه الطبيب وصفحه المحور. عشان كده النهارده حابين كل الاسئله نسالها للدكتور اشرف سمعان، هكون منكم انتوا والرد حالا هيكون معاكم. بس خلينا الاول ارحب بيه، دكتور اشرف سمعان استشاري جراحه التجميل وعلاج الحروق، الدكتور اللي مشرفنا والدكتور اللي بنسمع عنه كل خير واللي امانته سابقاه. يعني يا دكتور الامانه بتاعتك بجد سابقاك في نقطه، ان العمليات كلها الحمد لله ناجحه، لان انت لو شايف ان العمليه دي مش هتنجح مع الشخص ده او اللي هو بيقوله ده غلط انت بترفض. الحمد لله، يعني انت معروف بالنقطه دي. الحمد لله. بنشكرك على وجودك معانا، وخلينا بقى نبتدي اول سؤال بسرعه. ميسه بتقول لحضرتك هي عندها مشكله انها فيها ترهل في البطن نتيجه عن حمل ورضاعه قبل كده، هل ممكن علاج الترهل وهل ينفع العلاج بعده ان هي تحمل مره تانية؟ طبعا ده سؤال مهم جدا على فكره بالمناسبه. سوري. يعني طبعا ناس كتير قوي بتقول لك انا مش عايز اعمل شد بطن غير اما اخلص حمل وولاده. اوكي انا موافق على فكره، بس مفيش ما يمنع انك تحملي بعد الشد تقريبا بسنه. واقول لحضرتك على معلومه اكتر كمان، ان انا معظم المرضى اللي عملت لهم شد بطن حملوا تاني. اوكي. وكانوا بيجوا لي على فكره تاني، طب يا دكتور هو انا لو عملت شد بطن الترهلات هترجع تاني لو حملت ولدت؟ ده سؤال مهم تاني. يعني نفس المريضه بتقول لك طب انا ينفع احمل؟ اه ينفع تحملي بعد الشد بتقريبا بسنه، عشان بيبقى فيه تصليح عضلات. طب لو حملت ولدت هترجع الترهلات تاني؟ عمرها ما بترجع زي الاول. اوكي. اوكي، لكن هي بتبقى فيه كشكشه فقط في الجلد. يعني ايه زي الاول؟ يعني بنقول ان المريضه اللي هتحتاج شد ترهلات بطن عندها ترهلات من الدرجه الرابعه. طب احنا نوصف كده بسرعه بس، يعني ايه ترهلات من الدرجه الرابعه؟ يعني بنلاقي ببساطه شديده ان السره عندها على مستوى البكيني لاين او على جرح القشريه وقعت خالص، يعني نزلت تحت خالص. اوكي. اوكي، دي طريقه اسهل طريقه ان انا اعرف ان عندي ترهلات درجه رابعه ولا لا. اوكي. الاقي السره بتاعتي على نفس الليفل، على نفس المستوى الافقي بتاع لا اما جرح القيصريه لو المريضه عامله قيصريه، او البكيني لاين اللي هي الكسره اللي تحت دي. يعني معناها ان السره هنا ونص البطن نزل تحت. ما هي كده، ما هي السره المفروض في النص. لما السره تبقى نزلت لحد هنا يبقى معناها نص البطن نزل تحت. حلو. في الحاله دي ان احنا لازم نعمل شد ترهلات كامل. وبيجي لنا طبعا يعني ايه شد ترهلات كامل؟ دايما انا باكد على المعلومه دي، ان شد الترهلات بيبقى فيه شفط دهون، عشان في ناس فاكره ان شد الترهلات ما فيهوش شفط دهون. يعني في ناس تقول لك لا انا مش عايز اشد الترهلات، انا عايز انحت مثلا. لا، شد الترهلات جزء من نحت. ما للاسف المعلومات الغلط اللي بيجمعوها وبيفضلوا بقى يتكلموا بيها بيبقوا مقتنعين للاسف. بالظبط كده، يعني انا مثلا تيجي مريضه عندها ترهلات من الدرجه الرابعه، فتيجي تقول لك لا انا يا دكتور لا 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 مش عايز اشد الترهلات وفتح وبتاع، انا عايز انحت. طب ما هو شد طب الترهلات، طب هتنحتي ازاي وهتودي الجلد والترهلات دي كلها فين فعلا؟ اوكي. يعني طب احنا معانا بالفعل هي دكتور ده فيديو. اوكي، طبعا ده الفيديو بيوصف لنا شرح مبسط عن عمليه شد ترهلات البطن. شد ترهلات البطن قلنا بتتكون من 5 خطوات، وانا مهتم جدا بالموضوع ده. هي عباره عن شفط دهون، عباره عن تصليح عضلات زي ما احنا شايفين العضلات. تصليح عضلات طبعا، نركز. اوكي. اوكي، ولو حضرتك عدت الفيديو تاني هتلاقي العضلتين فاتحين عن بعض زي صفحتين الكتاب. واحنا بنضمهم تاني، ودي أوكي. النقطه اللي انا دايما بتكلم فيها لتعديل مكان السره. يعني حضرتك شفتي السره كانت ساقطه ازاي، انا عملت لها مكان جديد، مكان جديد مش سره جديده. عشان بس الناس ما بناخد يفسر. السره بنحطها في مكانها يعني هي نفس المكان بس بفتح لها فتحه جديده. اوكي. اوكي، زي بنمثلها بزراير القميص. يعني الزرار ثابت شلت ولكن الزرار القروه بتتغير.
طبعا. اوكي طبعا. انا بفتح لها عروه جديده او مكان جديد، لكن مش بعمل صوره جديده، عشان في ناس يقول لك لا اصل الدكتور عمل لي صوره جديده. هيعملها ازاي ما هي لا. وارد الصوره بتاعتها تبقى موجوده فيها مشكله، فيها فتحه مثلا. أوكي. وارد ان انا اشيلها باي سبب، ولكن في الاغلب حوالي 90% لا، نفس الصوره بتاعت المريض. طيب لكن لو كان فيها مشكله مثلا فاتحه او فيها مشكله ثانيه بنضطر طبعا في الحاله دي نشيلها ونعمل صوره جديده. اوكي طبعا دي عمليه. اول فيديو معانا ثاني دكتور عشان نتكلم على العضلات يا جماعه. اوكي طبعا زي ما احنا شايفين عملنا شد، زي ما احنا شايفين لمينا العضلات اهو. شفت حضرتك اتلموا ازاي؟ اوكي دايما بقول انها زي صفحتين الكتاب اللي بقفلهم على بعض ثاني. ودايما المريض بيعرف ازاي عنده ضعف عضلات او لا، بقول له هم براسك او قوم نص قومه، بتلاقي بطنه دي عامله زي الخيمه كده، يعني في حته. يعني انا لو قمت كده نص قومه بالظبط في فتحه في النص. اوكي بطول البطن كده بتحس ان في جاب في النص كده. بحط ايدي بحس ان انا ما بين العضلتين. حلو. عشان كده تصليح العضلات خطوه اساسيه في شد البطن. يعني انت بتصلح الاساس مش المظهر الخارجي بس. لا طبعا شد البطن انا بقول عليها شد رولات البطن، عمليه متكامله. حلو. متكامله يعني فيها شكل خارجي وفيها تصليح داخلي. تصليح العضلات ده داخلي على فكره. تعديل مكان الصوره ولو كان فيها تصليح فتقه او الكلام ده كله. وبنشوف على فكره كتير عن مرضى عندهم فتقه في الصوره او فتقه نتيجه عمليه جراحيه قديمه او حتى مهم قوي ان جرح مش عاجبه. يعني ايه جرح مش عاجبه؟ يعني المريضه دي مثلا ولدت قيصريه وجرح شكله مش كويس او حصل فيه مشاكل وشكله مش كويس، ده بيتشال معانا على فكره مع شد ترهلات البطن. برضه بيتشال. او المريضه مثلا عملت زايده، او المريض عمل زايده ويمكن بنشوف جروح زايده كبيره شويه. يعني دي منتشره شكلها شويه. شكلها بتبقى مش حلو بصراحه. دي بتتشال معانا مع شد البطن. ويمكن انا شفت مريضه مثلا عامله قيصريه بالطول. يا خبر؟ كان زمان بيعملوها كده. اللي هي تبقى فعلا اكيد بتبقى مضايقاها نفسيا. كل ده برضو بيتشال معانا في شد الترهلات البطن. يعني هو تجميل شامل يا دكتور. بالظبط. طب انا عايزه الفت انتباه الناس لنقطه مهمه جدا، ان يا جماعه تكرار الحمل مش لازم بس الشكل ان هو يبقى فيه ترهل، لا الترهل ده اصلا بيبقى رامي على البطن تحت. ما طبعا بيحصل التهابات قويه جدا. بالظبط. بيحصل ممكن حزام الناري بيموتهم بجد. فعايزك تتكلم عن النقطه يعني دي ان هو حضرتك المرضى دول بيبقى عندهم في الكريسز في تبقى عايشه حرام حياه. بالظبط. بيبقى بجد عندهم كلها مأساة. انا بشوفها كتير. وخاصه لو كانت الترهلات دي مع وزن عالي. يعني لو كانت مثلا المريضه وزنها 120 كيلو او 140 كيلو وعندها ترهل عنيف في البطن، الكريس الثانيه دي بيبقى فيها تسلخات على طول. على طول وريحه كريهه وحاجات فعلا والتهابات. الجلد بالظبط مسود من كتر الالتهاب والفريكشن والاحتكاكات. وده بنشوفه طبعا مع بقيه المناطق زي الفخدين مثلا. لو كان في ترهل في الفخدين بتلاقي المنطقه الداخليه من جلد الفخدين مسود برضو وفي احتكاكات وفي التهاب نفس الكلام. وساعات بيحصل كمان ريكرنت انفكشنز، يعني بتلاقي فيه خراريج بتطلع متكرره. يا خبر. بنشوفها كتير على فكره. فكل ده بيتحل بان انا اشيل منطقه الجلد دي كلها ساعه واحده. ساعه واحده والموضوع ينتهي. بالظبط يعني. وطبعا الخياطه دايما بنطمن المرضى بنقول الخياطه تجميليه جدا، يمكن احسن من جروح قيصريه. يعني في ناس بتقول لك زي جرح القيصريه، لا بيبقى افضل شويه كمان. والعمليه على فكره اسهل من القيصريه، لان احنا ما بنفتحش عضلات البطن. انا عشان في ناس بيقول لك لا اصلا تعبت في القيصريه، اصل دي اصعب من القيصريه. لا هي مش اصعب خالص، احنا شغلنا كله على الجلد من بره، لكن في القيصريه في السيزيريان انا بفتح العضلات وبدخل جوه البطن نفسها. ده ما بيحصلش معانا على فكره. طيب احنا معانا سؤال كمان عايزين نسال على قد ما نقدر كم الاسئله. احمد بيسال، هي هل عمليات شفط الدهون وشد الجسم ممكن تناسب السن الكبير؟ الحقيقه احنا مرضى 70 سنه. يعني 70 سنه. في مريضه 70 سنه عملنا لها شفط دهون ريكرنت، اللي هو كانت كمان عامله من سنتين او ثلاثه، بس في مناطق معينه عايزه تكمل شفطها، ما عملتهاش في المرحله الاولى. وكانت فعلا سنها 70 سنه. وده مهم جدا اللي انا بقوله. مش لازم شفط الدهون والتجميل ونحت القوام يبقى ملتزم بالسن الصغير. كمان السن الكبير بيبقى محتاج العمليه دي عشان التخسيس اكتر كمان. يعني ساعات بنشوف مثلا امهاتنا واجدادنا ما بيقوموش من مكانهم خالص. بالظبط كده، ركبهم تعبانه او الظهر تعبان. دكتور العظام قال لها روحي خسي الاول، فلازم تخس وتعمل حاجات تانية. طبعا ده فيديو طبعا لشفط الدهون. زي ما احنا اتكلمنا كتير قبل كده عن شفط الدهون، وقلنا ان احنا عندنا حاجة مهمة جدا، ان شفط الدهون بيشمل الدهون الخارجية فقط. دي معلومة دايما بقولها، بس يمكن لحد دلوقتي مش واصلة للناس. يقول لك امال الكرش ده كله ايه؟ يعني يجي لك المريض يقول لك لما انت بتقولي ان طبقة الدهون الخارجية اللي عندك امال الكرش ده كله ايه؟ دي دهون داخلية.
يعني دي دهون داخليه، في دهون داخليه يعني على حسب ما حضرتك بتكشف طبعا. بالظبط كده. اوكي. في ناس بتيجي تقول لك ايه اصلا اللي هم الكرش الرجالي المشدود والناشف ده، فيجي لك المريض اقول له ان عمليه شفط الدهون مع حضرتك هتجيب نسبه 40% فقط. فرده الطبيعي هيقول لك امال الكرش ده كله ايه؟ امال انت بتشفط ايه؟ هيقول لك كده على فكره. بنشفط الدهون الخارجيه. بتعمل ايه يا دكتور؟ اللي هي في الفيديو. بنشفط الدهون الخارجيه. طب الدهون الداخليه دي ليها قصه ثانيه، ان احنا بنعمل لها مثلا ممكن تعمل بالون معده، ممكن تعمل تكميم معده، ممكن تعمل بعدها رياضه او دايت وتروح، دي قصه ثانيه. اوكي؟ طيب احنا عندنا سؤال مهم جدا وهو التثدي عند الرجال. يعني هو يعني محمد باك بيقول ان هي دي مشكله بتقرقني جدا ومش عارف البس ومش عارف لو انا سافرت يعني هو اكيد يقصد المصيف او حاجه زي كده، وبيبقى على طول في حاله خجل لدرجه ان هو على طول بيلبس سكارف على الشميز عشان ما يبانش. طبعا المنظر. مشكله منتشره على فكره اليومين دول، انا بقيت اشوفها كتير ما بين الشباب، وكمان بنشوفها في الشباب اللي هم مثلا بيلبس يونيفورم عشان شغله. دي انا بقيت اشوفها كتير. او اللي هو متقدم لكليات عسكريه وشرطه وحاجات زي كده. طبعا احنا بقينا بنشوفها كتير. طبعا معانا هو على الشاشه دكتور، دي درجات ولا دي درجات الاشكال طبعاً ولا ايه؟ دايما بنحسب درجات التثدي على مستوى النبل الحلمه. اوكي زي ما احنا شايفين درجه سقوط النبل هو اللي بيحدد لي الدرجه. لو النبل دي وصلت لحد الكريس ببساطه، فاكره حضرتك لما وصفنا السره وصلت لحد الكريس؟ لو النبل وصلت لحد الكريس يبقى دي درجه رابعه. اوكي زي بالظبط انا باخد لاند مارك، باخد علامه. اللاند مارك بتاعت البطن السره. اللاند مارك بتاعت البريست او الثديين هو الحلمه. لو الحلمه دي حتى على فكره في السيدات الكلام ده على فكره. يعني لو انا بحسب ترهل للسيدات ان المريضه محتاجه رفع ساديه مثلا بعد الرضاعه، وده منتشر جدا. ان المريضه بتيجي بعد الرضاعه. طب خلينا نرد عشان انا نرد الاول على الرجل عشان في سؤال هساله لك يعني مهم جدا للسيدات. بالنسبه طبعا دي عمليه شفط دهون بالنسبه للتثدي. دلوقتي راجع المنظر اللي هو بالظبط كده ده شفط بقى. حصل شفط بالظبط كده. وعلى فكره النتائج دي حقيقيه وصور من عيانين من عندنا. طيب يعني حلو قوي. دي بالذات انا باكد على دي بالذات. لان انا بقول دايما يا جماعه التثدي ما بقاش حله ان انا افتح حوالين الحلمه واشيل الديسك والكلام ده، عشان في ناس كتير قوي بيجوا يسالوا يقول لك يا دكتور ده انا رحت للدكتور وقال لي ده انا لازم افتح لك واشيل واعمل. انا بحب وجودك معانا عشان بتقولين الحقيقه يعني بجد. لا هي دي نتيجه يعني بتقولين صح. الشفط فقط كافي جدا بالنسبه للتثدي. حلو بس قوي. بس كده بس. طيب لان في ناس بيجي مثلا يقول لك انا عملت عمليه التثدي بس الدكتور قال لي في حته باقيه لازم افتح عليها. الكلام ده مش كتير، مش هقول انه مش صح بس مش كتير، شفط فقط بفتحه مدريه خالص ده كافي جدا، مش محتاجين طيب. اكتر من كده. هرد هقول برضو السؤال للسيدات التثدي، بس خلينا نتكلم عن الذراعين يا دكتور. طبعا مشكله، لان اسئله كتير معانا عن الذراعين كده. مشكله منتشره كتيره جدا هي ترهلات الذراعين او السمنه بتاعتهم. يعني يمكن الموضوع ده بشوفه في البنات على فكره اكتر من السيدات اللي هم سنهم كبير. ايوه فعلا. يعني يمكن في الافراح مثلا، بالمناسبه يعني كنا في فرح امبارح، فمعظم البنات بيجوا يسالوني يا دكتور بص انا دراعاتي تخينه جدا. على فكره بيبقوا لسه في جامعه يا دكتور. بالظبط. يعني انا اعرف بنات كتير صغيره في جامعه والموضوع ده مضايقها جدا. لا انا بقيت اشوفها كتير فعلا. يعني انا حتى انا بقول لحضرتك انا كنا في مناسبه امبارح ومعظم البنات بتسال عن سمنه الذراعين. طبعا سمنه الذراعين لو ما فيهاش ترهل هيبقى شفط دهون فقط زي ما احنا ذكرنا. يعني طب دي مراحل؟ دي لا مش دي مراحل، ده الشد نفسه. اوكي ده الشد نفسه. اوكي طبعا الشد الذراعين على حسب الترهل قد ايه. طبعا يعني ما يجيش حد يقول لي اصل حضرتك مثلا عايزين جرح صغير او عايزين جرح كبير. لا انت عندك الترهل قد ايه. في مثلا ترهل طبعا شد الذراعين ممكن نعمل عليه حلقه كامله. في ترهل بيوصل لحد الكوع. أوكي. فتلاقي أوكي. المريضه كل ده نازل. في ترهل بيبقى ماسك الحته الداخليه زي الصوره اللي احنا شفناها جوه كده بس بالظبط زي كوره كده. الصوره دي شفناها. اوكي الحته الداخليه المنطقه الداخليه دي يكفيها كريس عند الاكزيلا كده. اوكي اللي احنا بنقول عليه فتحه تحت الابط. برضو ما بياخدش وقته وبينتهي. ده سهل جدا. وممكن لو الترهل كبير بنعمل جرح شويه طويل. اوكي وممكن لو سمنه فقط بدون ترهل ومعظم البنات اهي الصوره معانا بالفعل بالظبط كده. ده طبعا لو الترهل وصل لحد الكوع زي ما احنا قلنا. زي ما احنا شايفين الجرح وصل لحد الكوع. انا يعني مضطر اعمل كده. مفيش اي خطر، مفيش اي حاجه. بنات صغيره مدام كبيره الجرح متداري على فكره. أوكي. انا دايما باكد على مكان الجرح لان بشوف برضو ناس عامله عمليات بيكبر الشكل. يعني حتى البنوته بيبقى شكلها من الجنب ضخم قوي حتى لو من قدام تلاقي
ليها. مظبوط مظبوط. يعني هي ممكن يكون جسمها صغير على فكره عريضة. بس هي وراثه ممكن بالزبط. يكون يا دكتور؟ لا لا لا، هي هي تراكم دهون، هي سمنه. اوكي سمنه. اوكي. وهي طبعا ايه بتعرض بتدي شكل عريض يعني. معظم حتى البنات ما بتبقاش عارفين يلبسوا فساتين او حاجه زي كده، فبتقول لك موضوع سمنه الذراعين من اسهل الحلول. طيب انا عايزه نخطف السؤال قبل ما خرجنا ننزل صوره تاني. تسدي الثدي المترهل عند السيده، اوكي؟ حضرتك قلت الحل عند الرجل ان احنا بنشفط الدهون فبيرجع الثدي مرفوع. حلو. طيب نفترض السيده هي مش عايزه تقلل من حجم الثدي عندها، عايزه ترفعه بس، هي عايزه ترفعه بس رفع فقط. ايه بقى اللي بيحصل؟ هقول لحضرتك. طبعا في معلومه مهمه كمان، ان الترهل عند السيدات ممكن يبقى فيه بريست ماتيريال مطر يعني في تيشو، وممكن يبقى فاضي. حلو. انا بشوفها كتير. حلو. ان بعد الرضاعه تيجي السيده بتكشف بتلاقي الثديين عندها مترهلين وفاضيين. لا احنا هنتكلم لو لو هم مليانين بنعمل رفع فقط. بيتم ازاي؟ بنعمل جرح حوالين الحلمه. ساعات كتير بنكتفي بجرح حوالين الحلمه. أوكي. ونلم الجلد فقط عليه، يعني بنشيل من الجلد الخارجي. وطبعا دي ما بتاثرش على الرضاعه بالمناسبه. طب يعني بيتلم ويتقص الجلد؟ يعني بالظبط زي ما بتقول ببساطه، بنقيف الجلد اكنها بنضمها كده يعني. عارفه حضرتك البرتقانه لما بلمها على بعض كده؟ حلو. يعني انا لما امسك البريست ده واروح لمه على بعضه كده، بتلاقي بقى الكونتور بتاعه كويس جدا. بقى مليان. حلو. وبشيل الجلد زياده. عمليه بسيطه جدا ونتيجه هايله الحقيقه، نتيجه ناس كثيره بتسال عليها على فكره. وكمان جروحها ما بتبانش بالمناسبه، لان النبلز الحلمات غامقه. فالجرح بيبقى حوالين النبلز ما بتبقاش باينه. انا بشكرك جدا يا دكتور، واديتنا معلومات مهمه ودقيقه وكمان صحيحه. ده اللي بيعجبني بجد في الفقره دي. انا بشكرك جدا ودايما في نجاح. بنشكر دكتور اشرف سمعان استشاري جراحه التجميل وعلاج الحروق، وانا كمان بشكركم. خليكم معانا، هنرجع لكم مره ثانيه.